السلام عليكم. وعليكم السلام. مرحبا يا محمد ناصر. مسلم مؤمن ريمس ريسي سلام مسيو. عربي عسلم أسلم مسيو عسلم. نعم مسيو، وعدتك وخدمتهم وعملتهم وحدي. ايه حسن جدا، عالمي عالمي، ممتاز ممتاز. يا رب يوفقكم ويا رب يحفظكم. هاي سيدي عايش. ننطلق، هاي نتوكل على ربي ونبدأ مع بعضنا. بسم الله الرحمن الرحيم. هو هذه شفتوها الخدمة ولا ما هبطت لكمش؟ شفناه. شفتوها ايه ري. به. هاي ننطلق إلى أصل الأعمال إن شاء الله. هاي مؤمن ربع 240، يعني 240 على 4، نشوفوا ال 24 قديش فيها من 4 على 24. تسمعوا فيها ستة 6، إذن ربع 240. قديش ربع 240؟ 60 60. عمر سيد سدس. نعم سيدي تفضل. سدس 500 وأربع نضع الصفر. كم في 6 يساوي 54؟ 9 يساوي 90. ممتاز حسن جدا. نمر ريمس ثلث 1800، نشوف ثلث 18 ونحط زوج اصفار متاعنا. قديش ثلث 18؟ ريمس شنو العدد اللي نضربه في 18؟ شنو العدد اللي نضربه في 3 يساوي 18؟ تكون عاوني ستة يا سي ستة ستة 6، إذا ثلث 1800 ستة 600 ستمية 7 840. هذه صعيبة، هذه مسير ممكن نعملوها عملية عمودية. تفضل مسيو مسير، أنا ما يصعب علي حتى نقولها. قولها. تفضل. 120 120 حسن جدا. كيفاش عملت؟ سيد. 8 قديش فيها من 7؟ فيها 1 ويبقى لي 1. 14 قديش فيها من 7؟ فيها 2، نهبط 0. حسن جدا. اللي بعدها سيد نصف 4000. تفضل ناصر. نصف 4520 يساوي 2260. 2260. 2260 حسن جدا. ثمن 5600، نحط الدوز اصفار بتاعنا لهنا. ثمن 56. ستة وخمسين سبعة ثمانية ثمانية في السبعة سبعة، سبعة إذا ما هي النتيجة؟ سبعمية 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 سبعمائة ونص. 120 أربعة وعشرون 24 حسن جدا. 981. تسعة تسعون 90. وان في صفر. عشر 1200، عشر 120 ناقصوا صفرا. 120 أحسن، مئة وعشرون 160 ممتازين أحسن جدا. ترى مش نعمل توا حساب ثاني وبعض القواعد. قيس طول المستطيل. مسيو، نعم ما مش قاعد سيدي. نسمع فيك بالجديد، زيد شوية في صوتك. بيه اوكي الله يبارك. لحظة بارك. تسمع فيا هكا؟ أي مسيو. نعم باي. شكون يعطيني القاعدة كيف نبحث عن قيس طول المستطيل؟ مسيو سيد مسيو تفضل. مسيو مؤمن نؤمن تفضل.
محيط قيس طول مستطيل، المحيط قسمة اثنين إلا قيس العرض. شو يعطيك المحيط قاسم اثنين؟ باش ما نصعبهاش على روحي. شو يعطيك المحيط قاسم اثنين؟ نصف نصف المحيط. الدرجة. نصف نصف المحيط. المحيط. نصف المحيط. أحسنت. سين. إلا العرض. تراه بنفس القاعدة. شكون يعطيني قيس العرض؟ ماذا سين. يساوي بنفس سين. القاعدة؟ تفضل تفضل. سين. نصف المحيط إلا قيس الطول. ممتاز، حسن جدا. نمشي للموالية، قيس عرض المستطيل. لهنا ولات عملية قاسم الطول، سين. قاسم. يلا نتذكروا حاجة اللي المساحة أي مشي قسمة الطول، قسمة الطول تساوي العرض في الطول في في الطول الطول. كيفاش نطلع قيس العرض؟ المساحة المساحة قسمة قسمة قيس الطول. قسمة القطول. ممتاز، المساحة قاسم الطول. قيس الضلع المربع، مشي لأن عندي سيدي عملية قسمة. مشي 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 سيدي نصر نصر. قيس المحيط قسمة أربعة. ممتاز، ضلع المربع المحيط قاسم أربعة. خاطر القاعدة شو تقول؟ تقول محيط المربع قسمة أربعة. شو ضلع في يساوي محيط أربعة. المربع؟ ضلع في يساوي أربعة. ضلع. ضلع في أربعة. أنا حاجتي بالضلع. شو نعملوا كي نحاشتي بالضلع؟ نقسم نقسم على أربعة. المحيط قسمة أربعة. قيس مساحة المربع. ضلع في مشي مشي ضلع. ضلع في ضلع. ضلع. في ضلع. في ضلع. شابو. قيس العرض. قيس نصف المحيط إلا قيس الطول. قسمة اثنين. نصف المحيط. إلا قيس الطول. أحسنت. قيس طول المستطيل يساوي مساحة المستطيل. قسمة قيس العرض. الله، قسمة قيس قسمة العرض. عرض. نصف المحيط ماذا طول يساوي؟ مع عرض. طول مع عرض. شابو، طول مع مع عرض. عرض. ريتوهم القواعد هذم الكل. أي. هذه ما هي أهم قواعد في سنة خامسة. أوكي مسيو. هذا أهم، باش تتمكن، باش تتمكن يلزمك تتمكن من القواعد هذه. باش نتمكن من خاصية المستطيل وخاصية المربع يلزمني نتمكن من هذه الكل. اتفقنا؟ اتفق اتفق مر نصلح، نستناكم شوية تصلحوا. لا اي بصير لا لا باهي، خمسة نستناو صحابنا. منا؟ نعم عام نعم. نمر عام نمر. هاي سيدي، مسيو ننجز عموديا باش نعملوا زوز عمليات كهو. كم مسيو باهي، هاي نكتبهم لكم وتفضلوا. مسيو من راسك هم مسيو قدامكم اوكي مسيو ونعطي لكل عملية. نعم حبيبي، انتوا انتوا نعم نعم. به نبدأ بالعملية الأولى. 651 ضرب 25، شكون مش يعمل هنا؟ سيد طيب مؤمن مؤمن، بلاش جوست الخ لحظة برك، جوست خمسة لحظة برك. في مؤمن مؤمن مؤمن، لحظة. غزلين ورنيم وريميس، أين أنتم؟ أحب نسمعكم. خير والبقية خير رنيم. نعم حبيبتي يا رنيم، وي أحب نسمعك، نحبك تشارك معايا. غزلين نحبك تشارك معايا. رميس نحبك تشارك معايا.
مسيو كل نزلت واحد كذي. ما نزلت كي جي تو. انت خدمتهم في الدار حبيبة. مسيو كنت نكسي انا وما وبا واخواتي، فين كنت؟ كنت نكسي خاطر عرس ولد عمي قرب. باي اوكي، ان شاء الله مبروك. هاي ميرسي. هاي يا ريميس، تخدم هنا انت؟ آه رنيم تخدم هنا؟ وي تفضلي. 5 ضرب 1 خمسة، شكرا. 5 ضرب 5 25، أكتب 5 وأحتفظ باثنين. نعم 5 ضرب 6 30، مع 2 32، أشطب الاثنين. صحيح، حط نقطة. أضع نقطة. 2 ضرب 1 1 2، نعم 2 ضرب 5 10، أكتب 0 وأحتفظ بواحد. نعم 2 ضرب 6 12، مع 1 13، وأشطب نعم الواحد. نعم تفضل. 5 على 0 5 نعم 7 نعم 2 نعم 6 1 16,000. 16275. أحسنتي، تي أعملي الموالي. ريمس ريمس تسمعني حبيبتي؟ ريمس ريمس غزل غزل، أين أنتم؟ سيدي سيو نعم سيدي. سيو هاي سيو ناصر وبعد مؤمن. هاي اوكي سيو. تفضل ناصر. هاي 5 قسمة 9، 54 قسمة 6 يساوي 9، 9 ضرب 6 ممتاز. يساوي 54، نعم 54 إلى 54 00، ننزل سجلتم. الواحد لا نستطيع نضع صفر، ممتاز. ننزل الاثنان، نعم 6 ضرب 2 12، 12. نعم 2 مثلا. نعم 2 ضرب 6 902 والباقي 6 900 واثنان. و2 به. بيفهم أصحابنا الميكرو متاعهم مسكر، المفيد تسمعوا فينا وقاعدين تفهموا معايا هكا ولا غزلان وريماس اللي ما ينجمش يتواصل معايا، المفيد قاعدين تسمعوا فيه ولا هكا ولا، حتى نعم اكتبوا لي قولوا لي مسيو كان ما فهمناش ما فهمناش. اتفقنا 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 بسم الله. مش مشيو تول الجدول هذايا، الجدول هذايا القواعد اللي كنا نخدموا فيها في الحساب الذاتي، اي شكون مسيو يذكرهمني؟ شكون مسيو يذكرني مسيو بالقواعد؟ خلينا نعاود نكتبهم. مسيو ترى نبدأ بالقاعدة الأولى، محيط المستطيل. مسيو، طول ما طول ما عرفتي عرفي اثنين، المية، طول ما عرفتي باش ما نكون باش ما تصيرش فوضى كل مرة واحد. رنين، محيط المستطيل. مع عرض ضرب 2، شكرا. طول مع عرض ضارب 2 2 مؤمن نصف المحيط. طول مع عرض ممتاز. طول مع عرض ناصر، مسير مساحة المستطيل. مساحة المستطيل طول في عرض مسيو، مساحة المستطيل. نعم نسيت فاهم هي اللي ما فهمت. هلي ليه ريميس، فما فلسة في الميكرو انزل عليها تحل الميكرو، فما فلسة تجم تحل الميكرو تجم تسكره، انزل عليها
عشان نحاول نحلك هنا من هنا. مساحة المستطيل طول في عرض. شكون قال لي ما فهمتش العملية؟ شكون قال لي ما فهمتش؟ غزلي ان مسيو انا ما خدمتهاش على خاطركش ما فهمتش اللي انا هو يا غزلان ما فهمتوش. الجدول. الجدول هذا ايه صحيت هاك معايا تو، هاك مش تفهم. اني نكتب انا تو في القواعد اللي نحن لازمنا نخدمه به. ما نجمت تحل الميكرو صحيت حسن جدا. بيه اخزر معايا تو. مساحة المستطيل هي طول في عرض. كيفاش نطلع قيس الطول وحده؟ كيفاش نطلع قيس الطول؟ المساحة قسمة قيس العرض. قيس العرض المساحة نقسمها على العرض. قسمة نفس الشيء قيس العرض كيفاش نجمو نخرجوه؟ المساحة قسمة قسم الطول. الطول قسم الطول المساحة قسم قسمة الطول الطول قسم الطول قسم الطول. القواعد هذا من الكل تو باش نطبقوه. ليش نخدمو الأولى رقم واحد؟ ش عندك في رقم واحد؟ ايه ش عندي في رقم واحد؟ قيس عندي المساحة مساحة المستطيل صح هاي، وعدد قيس الضلع وعندي قيس العرض. قيس العرض قيس كيفاش العرض نطلع قيس الطول قبل ما نطلع المحيط؟ ريماس، كيفاش نطلع قيس الطول؟ أنا عندي المساحة وعندي العرض، كيفاش نطلع قيس الطول؟ هاي القاعدة، كيفاش نطلعه؟ هاي القاعدة يا ريماس، كيفاش باش نطلعوها ترى؟ ريماس سيدي مسيو يا سيدي، سيدي هاي ثمانية راسي، وثمانون قسمة ثمانية يساوي 11 متر. شو يا ريماس؟ شو؟ أنا نعرف أن المساحة تساوي طول في في عرض. الأرض أنا نحب نطلع قيس الطول وحده. قيس الطول ماذا يساوي؟ شو يساوي يا ريميس قيس الطول؟ المساحة شبه المساحة قسمة العرض قسمة العرض. العرض أنت لهنا عندك المساحة ولهنا عندك العرض، كيفاش تطلع الطول؟ طول مع عرض كيفاش؟ اثنين طول مع عرض اثنين مش كيف إيه؟ طول مع عرض اثنين لا انا حاجتي بالطول، طول في كيفاش عرض نطلع؟ لا الطول انا عندي المساحة، عندي المساحة وعندي العرض، نحب نطلع الطول. نعرف ان قيس الطول يساوي المساحة شبه المساحة قسمة العرض اسمها على قسمة العرض. كيفاش نطلع من الطول؟ هاي القرب. المساحة 88 باش نقسموها على العرض اللي هو 8. على 8 11 مسيو 88 قسم 8 تساوي 11. 11 إذا ما هو قيس الطول؟ 11 11 متر متر. 11 متر باهي. كيفاش نطلع محيط المستطيل؟ شنو هي القاعدة بتاع محيط المستطيل؟ طول ما عرف طول في عرض اثنين 8 طول 11 والعرض 8 قداش يعطيوك؟ 11 مع 8 19 19 في 2 و50 شو مسيو يعطيوك؟ 38 يساوي 38. 30 متر المحيط، المحيط هو طول مع عرض في في اثنين 2. ترى نخدم رقم 2 هذه، رقم سيد 3 سامحوني، 2 2 باش نخليها 2. خليني نركز على القاعدة هذه تاعو اليوم. باش نخدم رقم 3 ريماس وإلا رنيم ترى وإلا غزلان. هاي رنين، ايش عندك يا رنين؟ عندي قيس المساحة ماهوش موجود وعندي قيس المحيط موجود لا لا وقيس مش مشيو لثلاثة، اخزر الشاشة حبيبتي. رقم ثلاثة، رقم ثلاثة، رقم اثنين مش نحيوها، مش نحيوها رقم اثنين. خليني نتمكن من القاعدة هذه الساعة. شنو عندك في رقم ثلاثة؟ قيس المساحة وقيس الطول انت باش مطالبة مطالبة بالبحث عن قيس المحيط وقيس العرض
ما تجمش تطلع قيس المحيط إلا ما تطلع قيس العرش. ما تجمش تطلع قيس المحيط إلا ما تطلع قيس العرش. كيفاش تطلعوا قيس العرش؟ شكون يقول لي كيفاش نطلعوا قيس العرش؟ المساح هل شوف شوف اي اي رنيم رنيم واصلي المساحة اي ما تخافش. قاسم إلا إلا قاسطو شوش القاعدة شو تقول لك حبيبتي؟ يا هاي هاي القاعدة ترى المساحة اقراها لي. قاسم الطو المساحة قسمة الطو قاسم المتاحة قاسم، كيفاش تطلعوهم على قيس العرض؟ المساحة مساحة قاسم الطول لا المساحة قاسم الطول. هاي نقدموها ترى. المساحة قاسم الطول، ملها عليا ترى. نعاود لك زوز قواعد نتاع اليوم. ها هما زوز قواعد نتاع اليوم. مساحة المستطيل، بعد اكتبوهم بالكبير وعلقوهم في بيتك. مساحة المستطيل التليفون تساوي طول في عرض. تقول تليفون قيس الطول شو يساوي؟ المساحة يساوي قسمة العرض المساحة قسمة العرض قاسم العرض. قيس العرض ماذا يساوي؟ المساحة قسمة الطول المساحة قاسم الطول قاسم الطول. في الحالة رقم 3 شو نطلع؟ قيس العرض. شو تقول القاعدة في قيس العرض؟ المساحة قسمة الطول قديش المساحة؟ 12500 قاسم خمسمية 50. قاسم خمسين. خمسين نحن قرينا عملية القسم على رقمين. لا ما قرينا ايش؟ اي ما قلنا هيش مش يعمل فما صفر نحو صفر محيط شلون عملوا له؟ نحو نختزل صفر صفر منه. نحو صفر نختزل صفر منه. بسم الله. 12 قد ايش يعمل 5؟ عشرة اثنين. اثنين اثنين. اثنين في 5 10. يبقوا لي ثلاثة اثنين. اثنين انزلوا خمسة خمسة عشر وخمسة خمسة خمسة في خمسة 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 في 5 خمسة 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 عشرون. عشر صفر صفر صفر. انزل هون جيب الصفر. أضع الصفر نضع الصفر إذا ما هو قيس ال العرض هو ميتين هنا سامحوني غلطنا. نورمالمون لهنا العرض 50 ولهنا الطول 250. فهمنا؟ حتى انا سيدي انا مسيو نعم حولت للهكتومتر انا غلطنا احنا نسيت. مش شكون يعطيني قيس المحيط تو؟ مسيو شكون يذكرني بالقاعدة بتاع محيط المستطيل؟ طول ما عرض اثنين شو طول ما عرض طول ما عرض في 2 250 مع 50 في 2 شاعتيوني عرض اثنين 600 متر. مفهومة؟ شوفين شوفين ما 250 مع 50 قديش؟ 200 300 300 300 في 2 300 في 2 600 600 سمعها ولا غلطة؟ 100 في 2 600 دبرك لحظة. 600 صحيح محيط المستطيل أهم شيء اكتبها لكم. ها محيط المستطيل ماذا يساوي؟ يساوي طول مع أي في في اثنين 2. الطول قناه 250 والعرض 50. نعم نعم ثم خطأ يا ناصر ويا مؤمن ويا غنيم. اي اسمع فيك مسيو شوف مسيو مسيو مانيش قادر به مسيو فما او غلطة تسمع فيا ولا ايه؟ اي مسيو بيه شنو هو الغلط؟ فسروا لي. عسلامة سيدي انا تو انا ريمس جيت تو مرحبا يا حبيبتي، تسمع فينا يا ريمس؟
عسلمة أستاذ، أنا أم ريماس. مرحبا مدام، مرحبا. عايشك، أنا الو، كونكتيت لها من الأورديناتور، ما فهمتش اهلا علاش وسهلا. الميكرو متاعها مسكر. خدمة تسمع، الميكرو متاعها من الأورديناتور مسكر، ما فهمتش من السيستيم. أنا تو كونكتيت بالتليفون، ما حبش قد ما نزلت ما حبش يتحلل، هذاك علشان نكتب لك قبيلة معناها. توا هاني كونكتيت لها بالتليفون، حتى كشني نشوف الجماعة بتاع السيرفيس تكنيك يشوفوا هيلنا الحكاية. اتصل بهم يشوفوا لي اي ان شاء خاطر الله. غريبة معناها، مستنسة مريقل، ما معناها كان انت عندك تنجم تحللها الميكرو من الاورديناتور، بربي يحللها، خاطر بالتليفون هو تنجم تكون متنجم. قدامي تو الميكرو نتاعها محلول للناس، اي يعني معناه هو يطلع لي. الميكرو محلول، الا ما كان حليت التليفون. فهمتك، ما فهمتني؟ فهمتك. لا، لحظة برك، عرفش نحاول نشوف نحله ولا ايه. لحظة برك سيدتي، تسمعوا فيا البيت؟ مسيو، اي تسمعوا مسيو، فيا؟ اي مسيو، خنحاول نشوف حكاية الميكرو. اي مسيو، انا ما عنديش كيفاش نجم نحل. باهي، هاي نواصلوا، او اتصلت سيدتي بالسيرفيس تكنيك او شوفوا انا كي. باهي، هنا عندي الطول 250 وعندي قيس العرض 50. محيط المستطيل يساوي طول مع عرض في 2، 250 مع 50 شو يعطيوني؟ لفمية 300 300 في 2 300 600 600 600. 600 باهي، مش هعطيكم مسألة بسيطة لهنا، فيسا فيسا اي، وباش تبقوا القواعد واحد. اوكي مشي يملك حسب شو يملك سليم أرضا مستطيل. مستطيلة الشكل. مسيو راني مش نسمع فيك أبد، مش معيش اسمع سما فيا. صوت. أتأمل أوكي الرسم البياني وأحس مساحة الأرض المستطيلة. شوفوا شو عندي هنا، العرض الطول، واحد الطول بركة زاد مرتين، مرة بركة. سكروا الميكرو، سكروا واسمعوني أنا كاو، سكروا ميكرويتكم، اوكي وأي واحد نقول له يتكلم تو يتكلم، سكروا ميكرويتكم وحاولوا اسمعوني. لا ليه؟ العرض، لأن عندنا الطول بس بالرسم البياني هذا ثبت مليح. الطول ماذا يساوي بالنسبة للعرض؟ غزلان، ترى غزلان، غزلان مؤمن. سيدي حاضر مسيو، هاي مؤمن، تفضل يا حاضر مؤمن. مسيو. العرض، الطول ماذا يساوي؟ العرض الطول ماذا يساوي بالنسبة للعرض؟ ماذا يساوي؟ مرتين، أحسنت. الطول ثلاثة. يساوي عرض مع مسيو عرض عرض، مسيو مع نعم رنيم. الطول يساوي ضعف العرض، الله، الطول يساوي يساوي ضعف. ضعف العرض. سنت، شكون يقول لي العرض ماذا يساوي؟ مسيو 3 مرات، نصف الطول، نصف الطول، الطول. نصف الطول. ممتاز، حسن جدا. طب تركزوا معايا، عندي العرض مع الطول يساوي نصف المحيط هذا هكا ولا ايه؟ اي مسيو ونصف المحيط لهنا يساوي 180 180. متر. شكون يقول لي 180 متر هذه قديش عندك من عرض؟ هذا عرض ثلاثة مرات، ثلاثة مرات، وهذا عرض ليش وهذا عرض، ثلاثة يعني مرات؟ نصف المحيط جاني 3 مرات العرض. كيفاش مسيو، نطلع قيسه العرضي؟ مسيو، مسيو، سيد 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 مسيو، سيد رنيم، مسيو، رنيم. العرض يساوي
نعم. قيس العرض يساوي المساحة قسم الطول. به صحيح القاعدة. أنت عندك المساحة لهنا، سيدي نحن باش نلوجوا عليها مسيو، المساحة، نحن باش نخرجوا من الرسم البياني هذا يا رنين. اي مسيو مسيو سيدي مسيو الرسم، نعم سيدي سيدي. سيدي سيدي ناصر، يا مئة. لنجد العرض 180 قاسم 3. علاش؟ ساعة أول حاجة 180 ماذا تمثل يا رنيم؟ 180 هذه ماذا تمثل؟ مئة شنو تساوي؟ وثمانون مئة نصف وثم المساحة. مئة ليش وثمانون نصف تمثل المساحة؟ أي رنيم نسمع فيك. مئة نصف محيط. وثمانون تمثل قيس الطول والعرض. أحسنتي. الطول ايش قسم قلناه؟ المحيط الطول قلناه يساوي عرض مع عرض، عارف. هكذا ولا ايه؟ أي مالا عارف 180 قديش تعطيني من عرض 180؟ ثلاثة عارف 3 مرات نصف نصف محيط ثلاثة عرض. كيفاش نطلع قيس العرض؟ مئة وثمانين قسمة ثلاثة. 180 في الثلاثة مسيو قسمة ثلاثة قسمة ثلاثة قسمة مئة ثلاثة وثمانون قسم ثلاثة قديش تساوي؟ ستون 60 متر. ستة ستين. 60 متر 60 متر 60 متر. مهدي كيفاش نطلع قيس الطول يا مهدي؟ العرض في اثنين ممتاز. علاش 60 العرض في اثنين؟ علاش؟ خاطر لأن الطول هو الطول ضعف العرض. وفي العرض 60 60 في ضعف اثنين العرض. مئة بس هي وعشرين بس هي فما طريقة أخرى اللي هي احسنت اللي هي ممتاز. مئة قيس وثمانين الطول إلا 60 مئة وثمانين إلا 60 اللي هي شنية؟ اللي هي نصف المحيط إلا 60 إلى قيس العرض. إلا قيس العرض الله، مئة وستين قيس إلا العرض. العرض سي بون؟ سي بون؟ إيه سي بون مفهومة؟ سي بون مفهومة الوليد؟ أي سي بون مفهوم أي مفهوم مفهوم. به مري شكون باش نخدموا الي بعدها؟ قداش نعطيكم وقت تخدموها؟ مسيو ما فهمتيش أنا فهمتيش مسيو أنا انا فهمتش شنو اللي ما فهمتهاش مسيو يا مؤمن؟ أنا الفرق فهمتها الفرق تساوي 500 باهي. مسيو اللي بعدها مؤمن، مسيو مؤمن انا باش طيب نفسر لك. نعم يا مادي. مسيو يعني مسيش نخدمها نعم مسيو بالله سامحني نعم يا رنيم. صوتك مشوش شوي يا رنيم مش يعني من الميكرو متاعي. باهي شوف، نعرف اللي مش باش يتكلم يسكر الميكرو نتاعه، خاطر التشويش مش من عندي انا. التشويش فما ميكرو نتاع واحد من صحابنا قاعد يعمل في صوت مش صوتي انا. رنين تو تسمع فيا؟ مازال فما التشويش؟ لا 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 نحا، يعني فما لا ميكرو عند واحد من صحابنا فيه التشويش. توا انا باش نفسر وانتوما باش تخدموا، وانتوما بعض تستخدموا لي هذه. اوكي ماشي باهي. شكون باش يعطيني قلبه وعينيه وذنيه؟ يلزمهم معايا تو. انا نسكن. سيدي انا باهي. انا الله. اي سيدي. صعب باش نقول يا ربي يحفظ لي ولادي. عاش مسيو يا حتى رب ربي يحفظك احفظ لي أبنائي اللي هم قدامي تو. بسم الله ما شاء الله زاد عليهم. انت زاد انت مسيو أعيشكم. أحسنتم. ريتوها المسألة الموالية مهمة على الآخر، باش نعطيكم مسألة كيفها باش نفسرها تو وانتم تخدموا لي بعد هذه. الناس كل مسيو معايا. أيواش يملك مسيو سهلة وخدمتها مثالش، نعطيه فرصة لأصحابنا. يملك سامي أرضا مستطيل مستطيلة الشكل. أنا مش مفسر لكم هذيك. قيس عرضها يساوي خمس طولها والفارق بينهما مسيو ثلث
لوث مسيو. خمس. ليه ليه؟ ماهيش هذه، مش هذه. نعطيك في الاخرى. مسألة واحدة أخرى، مسألة فهمت. واحدة أخرى يا مؤمن باش نفسر. اوكي مسيو. والفارق بينهما 100 متر. لهنا أنا تو باش نرسم الرسم البياني. هاو العرض قديش من مرة العرض؟ مرة برك مرة خمس. برك. الطول قديش من مرة الطول؟ 3 مرات. 4 مرات. لا، مرات 5 مرات، خمسة خاطر مرات العرض ونص الطول. 5 مرات. هاي خمسة. واحد، اثنين، اثنين، ثلاثة، ثلاثة، أربعة، أربعة، خمسة. خمسة. لهنا أعطاني قيس نصف المحيط، كان أعطاني قيس نصف المحيط نقسم على 6 وأنا مرتاح، ما أعطانيش قيس نصف المحيط، أعطاني حاجة مهمة على الأخر. أعطاني شطر، الفارق 50. أعطاك قيس، الفارق أعطاك مية. الفارق. شو الفارق؟ أه هو الفارق، الفارق بين الطول والعرض. أه هو الفارق، أه هو هذا اسمه مية الفارق. متر قد 50. هو مية مية 50 متر، 100 متر، مية سامحني، مية متر 100. شكون مية. يقول لي الفارق قديش من جزء؟ اه هو الفارق. أربعة أجزاء. 4 مرات. مسيو 4 أجزاء. أربعة، 4 أجزاء، 4 أجزاء الجزء تساوي 25. صحيح. كيفاش نطلع الجزء الواحد؟ 100 قسمة 4. 100 قسمة 4 يساوي خمسة وعشرون متر. أربعة. من فيكم يقول لي الجزء الواحد ماذا يساوي؟ 25. أساسي. لا، أساسي. هو الجزء الواحد هو يساوي العرض. العرض قديش؟ العرض 4 مرات. 100 على أربع 25. مرات. 100 قاسم 4 يساوي أربعة. 25. 25 متر. خمسة كيفاش وعشرين نطلع زائد قيس خمسة الطول؟ وعشرين. 25 25 في 5. 25 في 5. في خمسة. 5. الفارق هذا مع 25، خاطر مع العرض خمسة كنا وعشرين. 25. انا توا فسرت المسألة الاولى، انت توا باش تمشي تخدم لي هذه. باش نعطيكم 5 دقائق نسكر الميكروويت الكل، واللي باش يجيبها لي غلطة باش نعاقبه عقاب ماهوش صعيب برشا. شوية شو العقاب. نعم. اه تحب انت، انا نحبك تفكر في الجايزة خير، ما تفكرش في العقاب، يعني نحبك تجيبها صحيح، نحب تفكيرك يكون ايجابي. قل لي انا مانيش باش نتعاقب، وكهو انا باش نجيبها صحيحة على خاطرك يا مسيو. شكونش فاهم يجيبها مسيو. صحيحة؟ أنا باهي. مسيو. أنا مسيو. انا أنا خدام. أنا مسيو. أنا ملك الوسطية. مسيو انا أنا. باش نكون، أنا نعم مسيو. انا باش نكون فرحان باللي باش يحاول. قداش نعطيكم وقت؟ 20 دقيقة. عشرين. برشا، 20، درجين. درجين. 5 دقائق، خمس خمسة دقائق دقائق بيسع. يجي مسيو. سكروا الميكروويت، باهي. سكروا الميكروويت، تفضلوا. وي سي شنو هو السؤال؟ بمساحة الأرض. السؤال طلع لي الطول والعرض، وبعد نطلع مساحة الأرض. طلعوا لي بالطول هاي والعرض كهو، ما حاجتيش بالمساحة، الطول والعرض كهو. ماشي كمل. شكرا يا ميتي.
سيدي ما فهمتهاش. نصلحوه. ريميز ريميز، شكون قال لي سيدي نعم ما سيدي. فهمتهاش؟ يا حبيبتي اقعد معايا ونفسرها لك بالكدا. هاي هاتهم نفسرها لك بالكدا 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 بالكدا. المفيد انت حاول تصحيت. كيفاش اول 5 دقائق؟ أنا هاي بسيو تريبيو أوكي فيو أنا سيت هاي بسيو عملتها تاو ماهي. هاي سيدي نجاوب. يا سيدي، بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم، باش نخدمها انا باش نفسر لاصحابي. بسم الله ده كيف باهي بسيو هاي وينو مال الولاد؟ هاي بسيو لا مسيو هاي مسيو تو مسيو باش مسيو تسمعوني الناس الكل، وكان جبتها صحيحه قول لي مسيو جبتها صحيحه. ها هاي أوكي سيدي نسمي بسم الله. لا هاي بسم الله ريميس، الرحمن الرحيم. بسم الله بسم الله الرحمن الرحمن الرحيم. الرحيم. نعم سيدي ريميس نعم ريميس، سيدي تعطيني قلبك وعينيك وأذنيك حبيبتي. أي إيه صوت قاعد هاي يتعوض قلبك مليان و... مسيو هاي سكر الميكروويت الكل مسيو حاب ونبدأ. أقول لك مش نحب نقول لك حاجة صوتك قاعد يتعاود. مش مني أنا، فما ميكرو قاعد ماهوش هو، سكروا الميكروويت الكل وليد. لو تسمعوني بالكدا. هاي بسم الله. هاي المسألة أنا مش عاود نكتبها. مش عاود. أي واحد ما فهمش يتدخل ويقول لي مسيو ما فهمتش. العرض جزء الطول جزء اثنين ثلاثة، وهذا اسمه الفارق، يعني الحاجة اللي بين الطول والعرض هذا اسمه الفارق، يساوي 50 متر. نجم نكتب لك المسألة تمليكه تملك راني أرضا مستطيلة الشكل عرضها حسب الرسم البياني، العرض الجزء والطول 3 أجزاء، يعني عرضها قديش يمثل؟ عرضها ثلث ربع ثلث طولها. الفارق بين بعديها 50 متر. أهم حاجة هي الفارق والرسم البياني. يا ريماس أهو الفارق، أخذ له مليح الفارق. قديش من جزء الفارق يا ريماس؟ قديش من جزء؟ جزئين جزئين، محل زينك، جزئين يساوي 50 متر، هذم الزوز مع بعضهم 50 متر. تجمش تقول لي الجزء الواحد يا ريماس كيفاش نطلعه؟ 25 متر كيفاش عملت؟ 25 50 قسم 2 50. أحسنتي، شكون فيكم يقول لي الجزء الواحد ماذا يساوي؟ هو بيدو العرض 25 25. 5 فهمتوها تو ولا 50 قاسم 25 لا 2؟ مسيو أنا كون قال لي ليه؟ رنين سي بون سي بون الوليد، مسيو نجاوب على الأولى لا هذا برك مسيو سعيد الخطوة الأولى سي بون ولا غزلان ورنين أو والولاد أي كلهم بون فهمناها. أي فهمناها، اللي ما فهمش يكلمني عايشكم. شكون ما فهمش؟ لا مسيو فهم يا كل مسيو فهمت يا ربي وفق. ممتاز، شكون فيكم يقول لي قيس الطول؟ مسيو 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 قديش أيوة فما من طريقة سيف لقيس سيف الطول باش نطلعوه؟ زوز قديش فما من طريقتين طريقة؟ زوز طريقتين سيف ما زوز سيف طريقة. عشرين ضرب ثلاثة
خمسة العرض ضرب 3 25، خاطر هذيك شوفوا هنا ضرب 25 وهذه 25 في وهذه ثلاثة 25، في ثلاثة 25 في 3 75 متر، أو العرض هذا 25 قداش باش خمسين نزيدوه؟ خمسين خمسين 50 العرض مع الفارق يساوي أيوة شوف 75 متر. شكون جابها صحيح؟ أنا أنا مسيو أنا سيد بارك الله فيكم، مسيو فهمنوها كلها صحيح. غزلان، فهمتها تو؟ أي مسيو كلنا هنيم مسيو أيوة مسيو كلنا ليه نتعداو المسألة اللي بعدها؟ أي أي مسيو كوي هاي مسيو هاي المسألة كوي اللي بعد. نعم أنا زينب قاعدة نقرأ معاكم. مرحبا يا زينب، منين يا زينب انت؟ أنت صحيحة مسيو يا عم بوزينك يا زينب، يا زينب منين انت منين؟ الدار شعبين مرحبا مرحبا بزينب، احسنت. فين مدرسة؟ صدق الغضبان. هاي من احسن المدارس، رحيت يا زينب، ربي يوفقك ان شاء الله. يعيش شكرا. هاي سيدي المسألة الموالية، طلعوا لي سيد طول العرض فيزا. سيد مسيو عم مسيو عندكم كيف تقطعني 7 دقائق فيزا، كمل سكروا الميكروويت الأولاد، نسكروا الميكروويت 7 دقائق ونجيبوها صحيحة. الناس كل فيزا مسيو عم اللي في إطار أحمر هاي هذيك، مريض هذاك العرض وذاك الطول وذاك الفارق. ليه الإصلاح سيدي هاي أيوة سيدي، مسيو هاي رنيم، رنيم مش نسألك سؤال ومش تجاوبني ديريكت. بيه العرض ماذا يساوي بالنسبة للطول؟ يساوي ربع نصف الطول ربع ربع هل هو نصف؟ ربع ربع شو لا الطول؟ 4 أجزاء والعرض ربع جزء واحد، شي مثل ربع ربع، ربع ربع مسكين ربع الطول، العرض هو الطول قسم 4. به هذا الفارق، هذا هو الفارق، شكون يقول لي الفارق قديش من جزء؟ ثلاثة أجزاء ثلاثة أجزاء ثلاثة الفارق يساوي أجزاء 3 أجزاء. أجزاء كيفاش نطلع الجزء الواحد؟ 210 قسم 3 210 قسم 3 قسم 3 كوني يقول لي الجزء الواحد ماذا يساوي؟ يساوي العرض العرض 210 قاسم 3 يساوي تساوي 70 70 يساوي متر. 70 متر طيب باش نطلعوا قيس الطول، مسيو 70 هذا 70 هذا 70 وهذا مسيو 70 نجاوب وهذا 70 وهذا 70 70. ضرب 4 مسيو نجاوب 70 في الأربع غزلان غزلان غزلان، 70 ضرب 4 تساوي عندكش طريقة أخرى يا 280 حبيبتي؟ فماشي ولا طريقة فما أخرى طريقة أيتها أخرى الحبيبة؟ مسيو؟ اللي هي اللي هي 70 زائد 4 سيد يساوي 280 سيد 70 اللي هو العرض مع الفارق، العرض قيناه 70 مع الفارق قيناه 210 يساوي 280 متر. تكون جايبة صحيحة؟ أنا يا رب يوفقكم. هاي دي باش نعطيكم فيها 10 دقائق. نعم نكمل الوضعية مسيو الأولى أنا كي كملت الأولانية بديت فيها وكملتها طو باش مسيو كمل ننبهكم الحاجة، فما خدعة ردوا بالكم تطيحوا فيها، فما فخ في الوضعية الأولى، قراوها مسيو مليح، أنا فقت بها فقت بها حتى مسيو واحد ما يقولها ما يقولش، ردوا بالكم تقولوا.
اقرأ خدها. مليح، 10 دقائق نظر أقلام. تفضل. الميكرو، سكروا الميكرو. محمد مشيها كمان. هاي سيدي، هاي مشيها كمان. نبدأ طيب مشيها. وتصبح. نعم مشيها. نعم مشيها جو. تفضل يا سي مؤمنة. يملك بقي هناك وراء أرض. لحظة مؤمن، نسكروا نسكر الميكرو، خليه مؤمنك هاو مش نسمعه بالبداية، نسكروا الميكرو. تفضلي. يملك براء أرض في شكل مستطيل، يبلغ قيس محيطها 360 متر، حيث عارف مسيا في المحيط نعم، 360، هذاك المحيط في 2. هذاك نص، هذاك الطول والعرض في 2، صحيح. هاي ماشي بنصف الخدعة، المحيط. الله ممتازين. أهم حاجة شنية؟ لازم نرجع نعرفوا نصف بالمحيط. المحيط 360 قسمة أحسنتم، 2. أي مسيا ممتاز. أول حاجة نطلعوا نصف المحيط، خاطر الطول والعرض يعطيوني المحيط، نصف المحيط مسيا ثلاثمية نصف وستين 360 قسم 4. الإقسام 180 على مسيا، 180 الإقسام 180 الإقسام الإقسام بالمحيط يجيب العملية مسألة غلطة. 180 متر، هذا العرض جزء، أي الطول مسيا. قديش من جزء الطول؟ خمسة أجزاء. 1 2 3 ثلاثة أربعة 4 خمسة 5 أربعة. أهم. هذا العرض قديش من جزء؟ هذا الطول مع عرض 6 أجزاء، ستة صحيح. أجزاء. فما التلميذ مش عمل 6 أجزاء تساوي 360 متر، مية غلط. وثمانين متر. لا يا مسيو، 180 متر، 180 متر. خاطر 6 أجزاء هو مشكون، هو الطول والعرض. الطول أي والعرض هو شكون؟ هو نصف المحيط العرض، وإلا نصف المحيط؟ نصف نصف المحيط. المحيط. يعني هذه هي الخدعة الأولى، هذه شكون وقع في الفرق؟ سيدي لست أنا سيدي، فما الحمد صوت لله. قاعد يتعاود. أي مسيو، بيسكروا الميكرو، سكروا أي الميكرو، فما مساج، سكروا صوت الميكرو، مساج. قاعد يتعاود. كي تسكر الميكرو تو يتنحى كل شيء، سكروا الميكرو باش نكمل. المهم سكروا الميكرو. دونك كل اسمعوها النصيحة هذه، كل ما يعطيك محيط في مسألة يلزمك تقدم بنصف المحيط، خاطر الطول مع العرض يعطيك نصف المحيط. أيوة. مؤمن كيفاش نطلعوا قيس في العرض؟ قيس العرض 180 قسمة 6 أحسنت. تساوي قيس العرض 3. هو الجزء، هو الجزء الواحد، 180 هو الجزء الواحد. أي 180 مش نقسمه على 6، قديش تساوي تساوي؟ 30. 30 30 30 متر. متر. قيس الطول الآن، مسيو، تلفون مية ضرب وثمانين 50 إلا 30. 180 إلا 30، أو تلفون أو ضرب 50، أو 300 في 5، أو 300 في 5. 30 30 30 تلفون ضرب 5 30 في 5 يساوي يساوي 150 150 متر. 150 متر. الأخيرة مساحة الأرض. 150 ضرب 30 مية يساوي وخمسين 4100 متر مية مربع. واحد بركة يتكلم. مية وخمسين. كون جايبها صحيح. أنا مسيو، لا أنا مسيو، بلحظة برك، أنا مسيو. والله سيدي صحيحة. صحيح ترنيم، باش نسألكم الناس أنا الكل. مسيو كله ناصر، صحيحة. نعم نسمعوني الوليد، ناصر صحيحة ولا غلط؟ صحيح. باهي، الناس الكل تسكر الميكرويت إلا اللي أنا باش نكلمه. ناصر اقعد معايا. ناصر صحيحة، صحيح، بارك الله فيك. فقت بالفرق نتاع نصف المحيط. ايه باهي، سكر الميكرو ونمشيو للمؤمن. مؤمن اي بصير. نعم الميكرو صحيحة ولا غلطة؟ صحيح. أحسنت يا مؤمن، بارك الله فيك. سكر الميكرو مؤمن. مهدي
مسيو مهدي. نعم صحيحة ولا نعم غلطة يا مهدي؟ صحيحة ولا صحيحة غلطة؟ مسيو بارك الله فيك، أحسنت. سكر الميكرو. رنيم. صحيحة صحيحة مسيو رنيم، شكرا يا رنيم. سكر الميكرو. غزلين. صحيحة مسيو يرحم والدي. كريميس. سيدي عملتها غلطة دينك بالمحيط حبيبتي. سيدي بكلها بي فهمتها تو ولا ايه؟ سيدي تو فهمتها ممتاز، صحيت يا ريميس. زينب. يا زينب. مسيو هاي. كمان خدمت حتى 30 ما حسبش المساحة باهي ميسيلز، وما مش كله مشكلة صحيح هذا ميسيلز. اللي ما كله صحيح أنا باهي. المساحة ما خدمتهاش باهي. هاي سيدي نمر ري. آخر مسألة عنا تو. مسيو ما حب الناس فهمتيش كل أنا جيبها سهل. ما فهمتيش أنا آخر مسألة. مسيو ما فهمتش الوضعية أنا وضعية ما فهمتهاش. أنا هي. مسيو الأخر الأخر لا تو نجيوها، تو نجيوها، تو نجيوها. أوب. أين تنعاونكم بالرسم البياني؟ هاي خمسة أنا وأصحابنا لين يكمل. لهين بي الناس كل. مسيو اي مسيو اي مسيو مسيو نقرا خدمتها صحيحة انا اي ايه. مسيو اي واحد، اي واحد قاعد يتبع فيا تو يكتب اسمه على كومنتير. خليني نشوف شكون معاي وشكون مازال ينقل باش ننظموا الامور باش بيصير شك صوت. اي واحد قاعد يتبع فيا تو يكتب لي اسمه في الكومنتير باش نشوف شكون اللي كمل وشكون اللي مازال. غزلانة معايا محمد ومهدي. خلي يصلحوهم لك من غادي هو غادي في المناسبة سيدي مشي الصوت اللي قاعد يتعاود من عندي انا قاعد من يتعاود عندك انت قاعد يتعاود يا ناصر. ليه مش سيدي من من عندي عندي ريميس سيدي من قلت عندي لك مزيت لي ريميس ومزيت لي مسيو مسيو زينب. نعم نعم وصلتك انا طبع نطبع معاك مسيو الصوت اللي نعم يتعود من عندي عليه من عند سيدي ريميس. ايه اي مسيو باهي يظل من عند ريميس باهي. بدلوا الميكرو حبيبتي باهي. بعد بدلوا نهار اي اخر بدلوا. مسيو هاي سكروا الميكروات الكل وتابعوني انا باش نقرا لكم المساله مسيو وباش نحاول الميكرو نخدم معاكم الرسم البياني. سكروا الميكروات. تتكون عائلة السيد بلال من 4 أفراد. 4 أفراد عنا السيد بلال الأب والأم ساجد وبراء غير الأطفال. تتكون عائلة السيد بلال من 4 أفراد الأم والأب وساجد وبراء. قدرت كلفة إقامتهم بنزل بمدينة الحمامات 1854 دينار. هذه كلفة الإقامة. احسبوا كلفة كل فرد من أفراد العائلة علما وأن معلوم إقامة الصغار. إيش بيها إقامة الصغار؟ تساوي نصف معلومة نصف إقامة. نصف اقعد معايا. نصف هذا يا إقامة ساجد الكبار اقعد معايا. هاو ساجد ب قد قد شكون ساجد واحدة المعلومة متاعه قد شكون قد هو براء. ترى هكا ولا أتبرع ايه؟ قد أي هما مسيو الصغار هذا ما الصغار. ب نصف الاب قديش من مرة ساجد الاب؟ مرة قالك ساجد مرتين مرتين البو قديش من مرة ساجد؟ مرتين 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 مرتين. أحسنتم. الأم والأم زيدا قديش من مرة؟
مرتين. أم فينا مرتين. مرتين. يا ربي وفقهم، يا ربي وفق لي ولادي. عايش شكون مسير. يقول لي، ماشي شكون يقول لي مسير. هدايا، شكون يقول لي 1854 دينار قديش من جزء؟ أربع أجزاء. ستة. ستة ستة أجزاء. ستة. واحد ستة. اثنين ثلاثة أربعة أربعة. خمسة خمسة. ستة. 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 شكون يقول لي كلفة مسيو قاسم. إقامة ستة. ساجد؟ 309 دينار. كلفة 309 دينار. مسيو لا، كيفاش مبالغ. عملته؟ كيفاش شوف عملته؟ شوف إقامة ساجد أو براء؟ سيدي. مسيو. سيدي. آه، شكون هذا؟ شكون مسيو. قال لي سيدي؟ محمد. شكون قال سيدي؟ محمد. هاي محمد، محمد هاي مسيو. محمد. 1854 قسمة 6 شابو. يساوي 1109 دينار. عالمي، حسن جدا. شكون يقول لي كلفة إقامة الأب أو الأم؟ مسيو. مسيو 309. وتسعين وتسعمية وتسعة فيها أربعة. في أربعة. علاش في في أربعة؟ علاش؟ اثنين. مسيو. اثنين. مسيو الأب أو الأم؟ كلمة صحيحة. مسيو. اثنين. مسيو. اثنين. مسيو. نعم مسيو. 618 دينار. ما مسيو. عرفوش علاش خدمتها لكم أنا. شكون قال لي مسيو؟ أنا مسيو راني نعم رنيم. مسيو حتى ضرب أربعة. ضرب أربعة قاسم اثنين. اجي علاش تطول فيها يا رنيم؟ علاش تطول فيها؟ أيه. تويك انا ما الطريقة؟ توا اي ما طريقة صحيحة. الطريقة؟ ثم طريقة أخرى لحل المسألة. شكون ينجم يقول لي؟ أنا خدمت لكم طريقة توا. أنا هاني خدمت لكم طريقة. ثم طريقة أخرى. أي ثم طريقة أخرى. مسيو. نعاونكم، مسيو هوني. أنا نعاون شوية مسيو. ولا أنا ما نعاونش؟ لا ما نعاون. تعاونش. ما أيوة تعاونش. نعاون. ما تعاونش مسيو. نعاون نعاون رسم مسيو. أبي أغزل. أو رسم ثلاثة مئة. بياني واحد آخر. أهو أو رسم بياني واحد آخر. تشوفوا معايا لهنا أي مسيو. وين العلامة؟ تشوفوا فيها أي مسيو. أي. باهي. شوفوا الرسم البياني، هذا ساجد وهذا براء. لا باهي، اقعد معايا. مش تو باش تخدم وحدك راك. هذا ساجد وهذا براء. اي مسيو. شكون يقول لي ساجد مع براء؟ شكون يعطيه؟ الأب أو الأم. الأب أو يا الأم. الله، صحيت. الأب أو قد الأم. ساجد وبراء مع بعضهم. الأب أو الأم، الأم. نفس الحال. صحيت. مسيو. قديش ولا عندي من جزء؟ نعم مسيو هل عرفت؟ نعم أربع أجزاء. هاي ترى. لا ركز، شكون يقول لي إقامة الأب؟ ركز. إقامة الأب، إقامة الأب. وشكون أول أم؟ وحدكم، معش خليكم خمسة عرفتها. دقائق، خمسة دقائق مش خليكم. مسيو. واحد وحدكم إقامة ساجد أو برا. را ركزوا شوي. قال لي سيدي فاهمينا، شكون ما فهمهاش؟ طريقة ثانية. سيدي قول ولاد. يظهر نؤمن. هيا سيدي ماشي. ريميس، هيا هاي قدامكم. هاي بس هي هاي مشني فهمتها حتى غزلي. اي بي هاي اي بي هاي. الطريقة الأولى فهمتوها ولا ما فهمتوهاش؟ فهمناها. اي سي بي الطريقة الأولى فهمتها. أما بي اقعد معاي. نجمش نبدل ساجد مع برا؟ لا شكون يساوي ساجد مع برا؟ الأب شكون أو يساوي؟ الأب أو الأم. الأب الأب ولا الأم.
أو الأم، يعني طيب العائلة اللي متكونة من 4 من ناس فيها زوز كبار وزوز صغار، هكا ولا ايه؟ الزوز الصغار هذيما يحطوهم مع بعضهم مش يعطيوني. واحد من الأب وألم الأم. بارك الله فيك، تراقب معي. عندي لهنا الأب أو معلوم الإقامة متاعه كبير، قد وقد شكون؟ الأم، الأم هكا ولا ايه؟ غايمش قد البو. ساجد وبراش قلنا عليهم الزوز، كي نص نحطوهم مع حالة بعضهم مش الأب أو يعطيوك الأم. ساجد وبراش. الأم والأب. أحسنتم، الأم والأب معنا، لا لا الأب الأب والأم وساجد وبراك ساجد مع معنا. برا، قديش يعطيني ساجد مع برا؟ الأم الأم قلنا الأم أو أو الأب. الأب. الأم أو الأب. الأم ولا الأب؟ الرسم البياني متاعي قديش من عندي فيه من جزء؟ جزء اثنين ثلاثة. ثلاثة، ثلاثة أجزاء، ثلاثة أجزاء 1854 دينار. كيفاش نطلع معلوم إقامة الأب ومعلوم إقامة الأب أو الأم مسيو أو ميو ساجد وبراء معا أو ساجد أو وبراء معا ساجد مع براء؟ كيفاش نجم نطلعوه؟ قداش عندك من جزء؟ 1854 قسم 3. صحيح، خاطر عندي 3 أجزاء راجع نخدموها. 1854 قسم 3 18، قداش فيها من 3؟ ستة 6، 6 في 3 18. يبقى لي 0 0، نهبط الخمسة، قداش فيها من 3؟ واحد واحد 1 في 3 ثلاث يبقى لي 2، 24 قد فيها من 3؟ ثمانية 8 في 3 24 0 0. إذا إقامة الأب ولا الأم 618 دينار، نفس النتيجة متاع بكري ولا إيه؟ أي باهي يا ريماس، نعم يا ريماس نعم سي تجمش من هنا تطلع لي معلوم إقامة ساجد؟ أي أي مسيو إقامة أي مسيو ساجد أو برا كيفاش نطلعها؟ في 118 قدم سنين. أحيتو، هو ساجد ولا برا؟ اشتر 618، 618 قسم قاسم 2 تعطيني 309 دينار، نفس الطريقة. فهمتوها تو؟ سيارة ما فهمتيش برشا. نعاود واحدة أخرى؟ اي مسيو عاود له شنو اللي مسيو ما فهمتوش فيها؟ قل لي ياي. هاي سيدي باش نكتب لك واحدة أخرى، لحظة برك. يعني نكتب لك واحدة أخرى، لحظة برك. نكتب لكم مسألة أخرى تتشبه لها، باهي تسمعوا فيا الولاد. ما هي مسألة هي حزينة شوية، ما ميسج باش تفهموني أكثر. بالله، باهي، ورث سامي و سليم وسمية وسامية عن أبيهما، عن أبيهم معناها عن أبيهم 9990 دينار، باهي Thanks, ماهي. أحسب نصيب كل فرد علما
وأن معلومة. نصيب البنت يساوي نصف نصيب الولد. البنية قديش تاخذ في الدين الإسلامي من الإرث من الورث؟ نصف 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 شكون؟ نصف الورثة الكل؟ ليه؟ نصف آه نصف الولد، شكون؟ نصف نصف الولد الولد صحيح. زوز يوجد بنات مع بعضهم قديش يعطيوك؟ زوز بنات مع نصف بعضهم الولد. يعطيوك ولد؟ لا، نرسم لكم الرسم البياني وتخطبوها. هيا كم شوفوا اللي معايا، فهمنا؟ فهمتوها؟ هذا يا سامي. يا سيدي نبداو بالبنات، قديش عندي؟ وكلهم اخترت لكم بالسين باش نغلطكم. قديش عندي من بنيه؟ سميه. زوز بنات، به وبعد شكون اخر؟ وزوز ولاد، ساميه وسميه وسامي وسليم. وسامي وسليم، زوز ولاد، سامي سليم. سليم. به هذايا نصيب سمية، هكا ولا ايه؟ أي شكون باش ياخذ قد سمية؟ سامي شكون باش ياخذ قد سيم شكون باش ياخذ قد سامية؟ سمية 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 قد شكون يقول لي سامي قداش باش ياخذ؟ زوز سو نعم مش ياخذ غنيم، مش ياخذ في اثنين سمية، في ضعف اثنين سمية ضعف صحيت سمية. شيخ، زوز مرات قد سمية صحيت. وسليم قداش من مرة؟ سليم كيف سامي؟ كيف سامي؟ كيف كيف؟ هوب هاي التركة الكل. قديش تجمش تقول لي قديش عندي من جزء صغير؟ 4 أجزاء، ركز 6 أجزاء، ستة أجزاء، ركز. 6 أجزاء، ستة، واحد ستة، اثنين ثلاثة ثلاثة، أربعة أربعة، خمسة خمسة، ستة. ستة، ستة، سبعة. كيفاش نطلع نصيب سامية أو سمية؟ نصيب البنت الواحدة، كيفاش نطلعها نصيب البنت الواحدة؟ 9990 قاسم ستة، 9990 قاسم ستة، قسم ستة، 9000 و990 نقسموها على 6، فيها 1 مش يبقاو لي 3، فيها 6 مش يبقاو لي 3، فيها 6 مش يبقاو لي 3، فيها 5. البنية مش تاخد 1665 دينار. كون يقول لي نصيب الولد 665 دينار ضرب اثنين ضرب اثنين صحيح، اثنين 1665 في 2. فهمناها ولا ما فهمناهاش؟ تو فهمناها يا ربي يحفظكم ويحميكم. والله حبيت العظيم، المذيع، والله والله حبيت العظيم المذيع، استمتعت أشكرك معكم. بفضل. اي انا ميرسي، استمتعت حتى احنا به. انا حتى نوعدكم نحن اني حتى المرة الجاية، نمشي حتى المرة الجاية انا باش نبدل الميكرو متاعي باش يكون خير، ولا اي واحد فينا عنده مشكلة في الميكرو يحاول يحسنه باش تكون الظروف خير برشا. باه اتفقنا؟ باه اتفقنا 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 موعدنا مشي يوم الخميس القادم ان شاء الله. الى ان شاء اللقاء الله. اصدقائي، الى اللقاء الى اللقاء الى الى اللقاء، اللقاء الى الى اللقاء اللقاء باي باي. إلى اللقاء. باي باي مسيو. إلى اللقاء، إلى اللقاء، الله يبارك لكم، مسيو السلام تفتح والتقاء، باي باي. حتى تفتح أنا والله باش نتوحشكم، تفتح حتى أنا باش شحال نتوحشكم. نلقى نعم، نلقى ميس نهار الخميس نتلاقاو إن شاء الله. إن شاء الله باهي؟ إن شاء الله مسيو باهي مسيو إن شاء هاي، الله. اسمعوا، فما نصيحة باش نعطيها لكم قبل ما تغادروا. هاي مسيو واللي هي واللي هي مسيو لا تسمعوا كلام بابا وامي برشا، بوك وامك برشا. فاهم مسيو تعرفوش علاش؟ ما عرفش نقول لك علاش. انتوما توا فاهم معايا، هو فضل ربي هكا ولا؟ فاهم لكن زاد فضل بوك وامك. زعما بوك وامك معاقبينك خلاوك تقرا هكا عن بعد؟
لا هل هو عقاب هذا؟ ليه مصير؟ لا لا، قاعدين مصير يحسنوا لكم. مصير باش ايه يعلمونا باش تنجح وينجحونا ونولي ونقدر إلى نصير أحفظها. كبير منهم. مصير هذا تكون فضل حرة كبير من عند البولهم، بوسهم اللي عايشكم. باهي باهي. ليه مصير مصير؟ أنا باش تكون أنا، وراي أنا باش تكون وراي أنا. بوسط الأم، بس البوسط أعمل الأم إيه؟ والأب يا الوليد، بوسط الأم بس والأب أعمل راي من إيه؟ اليد، باهي مصير، بوسوهم من يديهم. ها باهي مصير. يا عم بوزينكم، إلى باهي اللقاء. هاي مصير، إلى اللقاء. أحب باي باي برضه باي التجربة باي مصير. باي مصير، مش توحشي. باي باي، حطينا باي باي. في باي القمر الخميس ليه؟ باي. آه.